و كان على ارضيه ملعب مصراته هنا في حساب الجولة الثامنة لمرحلة الياب والاسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز، الخمس على يمين الشاشة بالقمصان الزرقاء والاتحاد المسراتي على يسار الشاشة بالقمصان الاعتيادية البيضاء والخضراء، هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، الاتحاد يريد الفوز وأيضا الخمس يريد الفوز في الجولة الثامنة لمرحلة الياب والاسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري، الاتحاد المسراتي يريد الفوز جاي من حريبش أمام عيسى الجاني وحدة محمد أحمد الوجوب العرضية إلى يعني الرأسية والكرة ما زالت الخمس ما و... مازال يهاجم يريد هدف أول مبكرا في هذا اللقاء ليصلح المعروف المعروف تمرير باتجاه رويد بن حامد رويد والهجوم وحده بوحده كرة بكرة رويد مازال بن حامد يبعد عن المساندة يريد التغرة والمرور ترجع لكداري. ممكن التسديد لكداري لكداري. إلى عمير ما زالت الكرة ترجع للشعافية العرضية والكرة ما زالت خطيرة والحارس أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة أمامنا مدرب الفريق أكرم المالي وعبد الله الشعافي اللي كان في حوار مع عمر الكليب متوسط ميدان فريق الخمس مبنى الحوار اللي كان بين عمر الكليب وعبد الله الشعافي امام عمر الكليب بقميصه رقم 27 والخطه لصالح لاعبي فريق الاتحاد المصري عبد الله الشعافي طويله الكره بالراس وجول جول, جول. جول 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 كرة جول. جول في الجول على راس الشعافي على راس رويد عفوا رويد يحول الكرة في مرمى الفيتوري ها آه نهايه مجريات آه هذا الشوط الاول كرة في الركله الركنيه على التنفيذ معز الجمودي الركله الركنيه طويله العرضيه عين الراسيه بالراس ما زالت الكره ما زالت ومرتي الشيباني هنا محمد الشبلي كانت الكره عبد الله يبعد عن المرور من امام فكري الكره البنيه بدجاع مير يقطعها الدفاع ترجع الكره ما خطيره ممكن الثاني ممكن الثاني التاني هو التاني هو التاني هو التاني عن طريق عماير هذه الكرة هذه الكرة هذه الكرة شوف عمير. شوف عمير يتفنن ويبدع فرد الميدان هذه كورتك عمير يا فنان عمير يسجل الثاني لصالح فريق الاتحاد المسراتي. ابناء رضاطية يتقدمون على ابناء اكرم المالي في هذا اللقاء اللي في سرعة عمر ممكن التسديدة يبعد عن التمريرة يبعد عن الوصول يمشي لقليب يمرر بتجاه حليب الكرة ما زالت اين العرضية اين الرصية والكرة والحارس وصافرة عيسى الجاني حول كوره اللي الله يا قديري على اللمسه القديري لمسه فنية من الكتير بدي جاي سجل هذه كرة خطيرة ما زالت الكرة ممكن الثالث حداري من الأوفا دفاعية والكورة الكرة خطيرة كانت من رويد بن حامد القائم يقول لا لرويد يقول لا للهدف الثاني لرويد والهدف الثالث في هذا اللقاء عفوا دفاعية من خليل حلالة هذه كرة تحريبش يقطعها عيسى الجاني والكرة من أمام خليل أبو حلالة وسلام في الكرة يمشي يعقوب العضلة يمشي ليعقوب ممكن البينية والعرضية ليعقوب يقطعها دفاع تارجع لأحمد فكروا الكرة ممكن التسديدة يا عيسى والكرة ما زالت يقطعها الشبلي أمام نريد اعطيه مدرب فريق الاتحاد المصراتي هو اللي ساعده محمد لقويري هدف أو اول عن طريق رويد بن حامد، وهدف ثاني عن طريق عماير وهذه كره الثالث يا عماير يا عماير ما زال الكره حول الكره لكديري لكديري القايم ينوب يا نوب يا لكديري القايم يا نوب للمره الثالثه الحارسة احمد الفيتوري هذه المرور الله الله على المرور الله على المرور يا عماير من امام اسلام فكري لكديري سدد عيسى امام عبدالله الله الشعافي عيسى يمرر والكره مازالت زالت والهجمه ما زال متواصله للفريق الخمس يمر بشكل رائع ما زالت الكره يكسب خطا يكسب خطأ من أمام عيسى الجاني يكسب خطأ من أمام عيسى الجاني المرور كان رائع طلي صالح لاعبي فريق الخمس الكره طويله بالراس يعني بالراس الكره كانت متجهه باتجاه عبد الرحمن الرعيد تيمور ما يمرش والكره ما زالت العرضيه والكره من يعقوب عبد الله العرضيه والكره كانت متجهه باتجاه اليعقوب عبد الله اقرب حارس المرمى في 11 المواجهه هذه كره خطيره هذه كره خطيره ممكن الجول الكره الدفاع يتدخل شلبي ينقذ الموقف يتدخل مدافع فريق الاتحاد المصراتي دور فريق الاتحاد المصراتي بهدفين دون مقابل هنا على ملعب كره خطيره كثيره ليعقوب مساره الكوره تسديده قويه تسديدك تسديده قويه عبد الرحمن الرايد ضربت بدايه الشوط الثاني الاتحاد البصراتي على يمين الشاشه بالقمصان الخضراء والبيضاء والخمس على يسار الشاشه بالقمصان الاعتياديه الزرقاء ارجع كابتن الفريق عمير صاحب الثاني الهدف أيمن معروف ومعروف عمير كابتن الفريق ايمن حول الكره للخطير المكير السريع لقديري لقديري, لقديري لعمير ناجي مطير حكم رابع عبد الحميد قشيره ومراقب اللقاء محمد لامين ما صارت الكوري محمد عيسى يمرر وحده اثنين لحرابش ممكن التسديده والكوري يسدد التسديده وحارس المرمى رائد التسديده والتمريره والكوره ما زالت خطيره ممكن التسديده والجول ما زال خطيره التسديده والحارس والكرة ما زالت وحده اثنين والتسديده على ثلاث مرات مره الحارس ومره الدفاع والمره الكوره والمره الثانيه الكوره ضرب الشبلي عبد الروف الشبلي ما زال الشبلي يحاول يسدد الكوره رائعه التسديده من شبلي وحارس المرمى رائد. يتصدى للكرة والكرة خارج أرضية الميدان محامي عريم فريق الاتحاد المسراتي عبد الرحمن الرعيد في قميص رقم 23 كرة في ركلة مرمى عبد الرحمن لأحمد شلبي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء عن نهاية مجريات هذا اللقاء